النهارده في الجلسه اللي كانت مع الشيبي بعد اخيرا ما حضر اللاعب امام او امتثل اللاعب امام لجنه الانضباط، وكان في استدعائين قبل كده، مش ثلاثه، استدعائين، واستدعائين بالصدفه، مش عايز اقول بالصدفه، ما فيهاش صدفه يعني، بس استدعائين كانوا يومين في ايام مباريات بيراميدز، فبالتالي اللاعب ما راحش. النهارده ما كانش فيه مباراة لبيراميدز، وكان استدعاء بشكل رسمي زي ما بلغنا حضراتكم الاسبوع اللي فات، راح خطاب لبيراميدز وتم الرد وراح وامتثل التحقيق. خليني اقول لك بعض الكواليس المهمه جدا ما حدش اتكلم فيها لسه. يعني الجلسه كانت بعد الظهر بشويه، يعني ما بين الساعه 12 ونص كده واحده، قبل صلاه الظهر يعني. استمرت بالظبط لمده 3 ساعات بيتحقق مع الشيبي في لجنة الانضباط، 3 ساعات. طيب اللاعب حضر هو ومين؟ حضر ومعاه أربع محامين راحوا، بس اللي دخل غرفة التحقيق هو اللاعب ومحامي واحد فقط، وبالنسبة لأربع محامين من مكتب واحد خلاص. فالمحامي اللي قدام حضراتكم هذا الرجل المحترم كان معاه في التحقيق فقط، هما الشخصين دول اللي كانوا موجودين جوه في التحقيق بتاع لجنة الانضباط. طيب الراجل المحامي بتاعه واضح ان هو من المحامين الشاطرين، عامل حافظه مستندات رايح بيها بتضم اكتر من 100 ورقه، خلي بالك اللي بقوله لك ده جديد، بتضم الحافظه دي اكتر من 100 ورقه، بيتخللها 15، بقول لك بالعدد اهو، 15 واقعه مشابهه حول العالم. اللي هي ايه الواقعه المشابهه؟ ان حسين ضرب بشيء؟ لا، الواقعة المشابهة ان في لعيبة في 15 واقعة قبل كده في مختلف الدوريات راحوا للقضاء المدني. ده على حد تمام قول المحامي نفسه. انا بقول لك وبحكي لك الكواليس بالظبط. 15 حالة ذكرها في الحافظة اللي راح بيها المستندات او المذكرة مثلا اللي راح بيها يعني. او مستندات اللي بتتكون اكتر من 100 ورقه، 15 حاله بالظبط. قال لك حصل هنا وهنا وهنا وهنا، والناس دي راحت المحاكم المدنيه وكلام من ده، وما حصلش تجاههم اي حاجه. هقول لك رد النادي الاهلي ايه على فكره، وهقول لك الاهلي مرتب ورقه ازاي والامور ماشيه ازاي في الملف ده، بس خليني اخد لك الموضوع بشكل مرتب يعني. ف لما حضر الشيبي اتسال اكتر من سؤال، ابرز الاسئله اللي وجهت للشيبي اول حاجه قالوا له انت ليه ما خدتش الاجراءات الطبيعيه في انك تلجا لاتحاد الكوره في قضيتك مع الشحات بدلا من النيابه؟ قال لهم يا جماعه اصل اتحاد الكوره نفسه وقع عقوبه ضعيفه جدا على حسين الشحات، ماتشين وغرامه قليله، فبالتالي ايه الفايده من ان انا الجا لاتحاد الكوره؟ قالوا له طيب ايه هي الدوافع اللي خلتك تلجا للنيابه في قضيتك مع اللاعب؟ يعني ايه اللي خلاك تروح للنيابه في القضيه دي؟ ليه مثلا ما رحتش للمحكمه الدوليه اللي ليها علاقه بالفيفا؟ ليه ما رحتش؟ قال لهم يا جماعه انا واحد مش بتصرف من نفسي، انا واحد لاعب اجنبي هنا عندكم في الدوري المصري، عندي سفاره مغربيه، السفاره المغربيه شافت ان انا ما خدتش حقي بالشكل اللي يتناسب مع الواقعه، وقالوا لي مفيش مشكله انك تتجه للقضاء المدني عشان تقدر تاخد حقك، خصوصا عاد تاني، خصوصا ان انا العقوبه اللي انا شفتها وقعت على حسين شحات كانت عقوبه ضعيفه للغايه لا تتناسب مع الواقعه. تمام؟ قالوا له سؤال انا شايف سؤال عادي يعني، هل ترى انه تم ظلمك في العقوبه؟ يعني انت اتظلمت في العقوبه دي الموقعه على الشحات ضدك؟ يعني شايف ان انت اتظلمت؟ قال لهم طبعا، يعني دي عقوبه، يعني مش عقوبه اصلا، انا استغربت ان هي دي بس العقوبه اللي وقعت على حسين الشحات. قالوا له بقى سؤال مهم جدا، ليه تراجعت عن الصلح رغم انتهاء الامر بينكم انت وحسين في الملف والفيديوهات اللي انتشرت بعد المباراه؟
واتصالحتوا، وكان واضح جدا ان انتوا اتصالحتوا. رجع لنفس السبب قال لهم انا اتصدمت لما لقيت عقوبه ضعيفه جدا على اللاعب، فبالتالي حسيت ان حقي ما جاش، ان التصرف ده حصل في الملعب وما تمش رد اعتباري، حتى لو احنا كنا اتصالحنا بس ما فيش رد اعتبار يتناسب مع اللي حصل، فكان لازم اعمل كده. يعني ابرز الامور اللي حصلت في الواقع يعني او في الجلسه، انا كنت انتظرت ان يبقى في الشحات يعتذر في الاعلام في توقيت الواقع نفسها عشان خاطر امي واسرتي واهلي كانوا متاثرين جدا بالواقع، وده ما حصلش من حسين الشحات. حصل بعد كده من حسين في بعض البرامج، بس كانت القضيه اتعملت او كان لجأ الشيبي للنيابه. بس انا بحكي لك الكواليس بالظبط اللي حصلت النهارده. قال لك في توقيتها كنت منتظر ان حسين يطلع يعتذر في الاعلام، وده ما حصلش يعني. ولما شفت الفيديو بتاع حسيت بالاهانه بشكل اكبر. وزي ما قلت لكم هو قال انا ليا السفاره، انا راجل مش يعني مش مواطن مصري او حاجه، ليا السفاره، يعني راجل مغربي فطبيعي بلجأ للسفاره، السفاره بنتكلم وبنشوف ايه الانسب عشان اقدر اجيب حقي. وقالوا لي لازم تروح تعمل بلاغ، دي او ده على حد وصف الشيبي النهارده في التحقيق، ان السفاره قالوا له روح اعمل البلاغ، وبعد كده المحامي كمل كل الاجراءات يعني. طيب بالمناسبه كمان المحامي النهارده بعد ما الشيبي خلص وتوقف عن الادلاء بتصريحاته طبقا للاسئله اللي وجهت اليه، المحامي كمل نيابه عن الشيبي النهارده بعض الامور ايضا تتعلق بجلسه التحقيق، لان الجلسه قعدت تقريبا حوالي 3 ساعات ويمكن اكتر زي ما بقول لحضراتكم بالظبط. تعالى بقى اقول لك موقف الاهلي. الاهلي منتظر موقف لجنه الانضباط قبل ما يتخذ اي قرار. انتوا عارفين الاهلي قبل كده كان واخد قرار بايه؟ باللجوء للاتحاد الدولي لكره القدم او تصعيد للفيفا يعني، لان اللوائح لا تسمح باللجوء للمحاكم البدنيه. فالناس في النادي الاهلي منتظرين قرار لجنه الانضباط. يطلع قرار لجنه الانضباط ايا كان هو قرار ايه، وبناء على هذا القرار هيتحرك النادي الاهلي يمين او شمال، ياخد قرار كده او ياخد قرار كده. لكن خلي بالك في الجزئيه المهمه اللي هقولها لك دلوقتي دي، النادي الاهلي بيلعب بورقه غايه في الاهميه، في هذا الملف. ايه هي الورقه؟ الاهلي معاه مستند رسمي من اتحاد الكوره، خلي بالك من اللي بقوله لك، النادي الاهلي في حوزته الان مستند رسمي من الاتحاد المصري لكره القدم. المستند ده مكتوب فيه ايه؟ مكتوب في ان الواقعه كانت داخل المباراه، ودي تفرق، ان الواقعه كانت في اطار الماتش. بناء عليه لا يجوز للاعب انه يلجا للمحاكم المدنيه طبقا للائحه. فالاهلي لما هيروحوا بقى للفيفا يتم تصعيد الامر، هيقولوا لهم يا جماعه احنا بصوا احنا ما عندناش مشكله، بعد اذن حضراتكم شوفوا الواقعه دي وشوفوا طبقوا العقوبه على الشيبي، لان احنا عندنا مستند رسمي اهو، اتفضل حضرتك. المستند الرسمي ده تمام بيقول ان الواقعه كانت اثناء المباراه مش بعد المباراه او خارج الملعب. طب جابوا ازاي الاهلي المستند الرسمي ده؟ اثناء مخاطبات الاهلي مع الاتحاد، الاتحاد رد على الاهلي وقال له ان تم التحقيق في الواقعه ومعاقبة الشحات بكذا، وفي الواقعة اللي حدثت داخل المباراة. أنا بقول لك بالظبط الورقة اللي مع النادي الأهلي اللي بيلعب بيها النادي الأهلي دلوقتي، واللي هيروح بيها النادي الأهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم.